استاذ عمرو علي. بشكركم، بشكر سيف المجلس الوطني للتنافسيه، دكتوره ليلى، الساده الحضور. هما بولت بوينت سريعه جدا وياسر بيه وحضرتك دعيتها. انا عمرو علي مدير تنفيذي لهبكه، وهي احد الجمعيات والمجتمعات المدنيه اللي شغاله في حمايه البيئه. حضرتك دعيتنا لحوار وقلنا ان احنا نتشانل الكونسيرنز اللي عندنا والمواضيع اللي عندنا، نتشانلت في ديالوج بطريقه متحضره عشان نوصل لكونكلوجنز. احنا في الاخر ما بنتكلمش تاني في صناعه الاسمنت، احنا بنتكلم في الانرجي باسكت بتاع مصر، ايه شكله، احنا رايحين فين، احنا جايين فين. وعندي بس شويه نقط يعني بصراحه عملت لي نوع من الاريتيشن شويه. هي اول حاجه، هي المشكله مش مشكله وزاره البيئه، يعني عندي بس هنا محتاج ان انا احدد حاجه. وزيره البيئه او السيد وزير البيئه او منصب وزير الدوله للبيئه هو مطالب قدام المجتمع ببعض الحاجات، منها الصحه العامه ومنها البيئه، ومطالب بمعنى ان هو ده في اي حته في العالم طبعا، ما اعرفش اذا مصر استثنى، ان في accountability. يعني السيد الوزير او السيده الوزيره المفروض تيجي قدام المجتمع عموما وتقول والله انا خدت القرار ده خطا او صوابا، وفي حاجه اسمها مجلس الشعب. يعني في ميكانيزم مش هنخترعها النهارده، في اليات موجوده في العالم كله في كيفيه اتخاذ قرارات لها علاقه بمستقبل امم واوطان. احنا مش بنتكلم في مشكله، احنا ماشيين مبدا تاني نفس القصه ياسر بيه، مشكله ذا رايت ديسيجن او ذا رايت ناو ديسيجن. تمام، في مواضيع بهذه الضخامه لن يحدث موضوع ذا رايت ناو. انا معلش انا راجل صريح شويه، فكره ان لافارج تخش ترمي على المارينا فحم واحنا خلاص جبنا الفحم ده غير مقبول، لن باي شكل من الاشكال. المصالح الخاصه لن تجب المصالح العامه في البلد دي ابدا تاني. فكره ان انا نزلت على الرصيف ديل وذ ات، لا، وير نوت جوينج تو ديل وذ ات، دي هاف تو ديل وذ ات نوت اس. انا بشكر استاذ مدحت، طبعا احنا يعني بقرا له حاجات كتير بس اول مره نتقابل، اهلا وسهلا يا فندم. بعض النقاط بس، حضرتك الدكتور سمير لما استعمل رقم حضرتك شفت ان هو رقم خاطئ، يعني كان موضوع مستهجن جدا. 90% من الارقام اللي بينج بروباجيتد باي ذا سيمنت اندستري ارقام خاطئه. يعني ايه ارقام خاطئه؟ يعني حضرتك بتقول مثلا ان 80% ولا 90% من الطاقه المولده في مصانع الاسمنت وكده من الفحم. الرقم ده اكوردنج لستاتستكس زي ما الدكتور احمد جابر مشكور هنا على جوجل، يعني احنا ما بذلناش جهد بحثي عنيف. كانوا 73% 91%، والسنه اللي فاتت بقوا 53% 57%، اند اتس جوينج داون، اتس ا ترند that is going down، ما هوش ترند بيعلى. فانا بس برضو متحفظ جدا على النقطه دي. ارقام حضرتك والارقام اللي عندنا وارقام موجوده في جهاز شؤون البيئه قد تكون زي ما الباشمهندس ياسر قال في الاول مسار اختلاف، يعني ممكن يبقى كل واحد عنده نقطه معينه قد نكون مختلفين فيها. الارقام الوحيده انا باخدها مسلم بيها الارقام بتاعت باشمهندس شعيب عشان الراجل واقع من الرئيس، كان رئيس مجلس اداره الشركه، فبيدينا رقم سوليد. كنت قاري حضرتك الانترفنشن بتاعك في المصري اليوم، المقاله اللي كانت مكتوبه في المصري اليوم عن الطاقه، اشكرك جدا، مقاله محترمه للغايه وفيها ارقام بتنور حاجات كتيره. بس احنا برضو بنرجع لنفس النقطه، هو الموضوع مش مشكله فحم، اتس ماتش بيجر بيكتشر، الصوره اكبر بكتير خالص. هو مشكله مصر تنوعها، احنا فين النهارده من العالم. وبعدين انا عندي نظريه الناس تزعل مني ساعات فيها، هو في ميزه للتخلف عموما، يعني اللي احنا فيه هو في ميزه واحده بس، التخلف. طيب لا والله هو في ميزه هايله ان احنا نبقى ورا شويه عالميا، يعني ان وي كان مش محتاجين ري انفنت ذا ويل، مش محتاجين نخترع حلول، احنا كان كوبي بيست حلول بيزد على مواردنا. يعني العالم كله بيتوجه النهارده لامتلاك طاقته مش لشحن طاقته ولا استيراد طاقته، بيمتلك طاقته. من هنا حلول الرينيوبلز يا باشمهندس مدحت مش موضوع، مش هاش لكجري، هو الموضوع دلوقتي بقى موضوع استراتيجي للغايه. احنا اتهزينا هزه، رحنا لفينا خدنا طاقه من كل حته في العالم، وده كان حاجه محرجه للغايه. احنا لو بنفكر استراتيجيكلي تاني، انا مش عايز احملك اكتر من طاقتك لان حضرتك بتمثل صناعه معينه، بس برضو انا كنت فاكر احنا كانفايرمنتالست عموما بنبال، يعني انا بتيجي تسالني مثلا اقول لك 80 مليون متر شعاب مرجانيه اتدمروا، هم 2 مليون بس. اكتشفت النهارده ان صناعه الاسمنت بتنافسنا في القدره على ان احنا في بلو فيجرز اب شويه. يعني انا النهارده لما يبقى عندي اوبورتونيتيز ان انا ابيلد اب او ابدا امتلك طاقتي وامتلك مواردي على اللونج تيرم، وعندي حاجه هايله، عندي حاجه هايله، عندي تايكون اسمه صناعه اسمنت باستثمارات عاليه جدا، عنده حاليا مرحله محتاج في ديماند، محتاج طاقه.
في دول العالم كلها الاحتياج ده بيستخدم لان انا اوظفه في ان انا اخلق موارد جديده. يعني اول ما صناعه الاسمنت في المانيا اتحوجت، على فكره موضوع المثل بتاع المانيا يا جماعه، يعني احنا على طول بنستعمل المانيا في كاكزامبل، اللي يستعمل المانيا كاكزامبل يجيب لي المانيا كلها. يعني اللي عايز يقول في المانيا بيعملوا فيها كذا نجيب المانيا كلها هنا. يعني انا لا اعتقد ان في المانيا، وانا امبارح كنت في فرانكفورت في اجتماع مع الجي اي زد وزاره البيئه والسيمنت اندستري فور 3 دايز في المانيا على القصص دي، انا ما اعتقدش ان موضوع التراكنج ان انا هنقل الفحم كله باستعمال عربيات النقل وكما قيل في احد التصريحات زيب لوكت تراكس في مصر، يعني ما يعني مش فجاه نتخيل ان السواق بتاع مصر هنجيبه من بوسطن والعربيه هتبقى زيب لوكت ومش يعني في حاجات برضو المفروض ان احنا نتعامل معاها بالراحه شويه. في مقاله لطيفه جدا لبرينستون، يونيفرستي برينستون، عاملين مقاله عن موضوع الفحم والطاقه البديله. عنوان المقاله زي عنوان الدكتور ياسر النقاه النهارده كده، سيمبل خالص، ذا كول كيلز ات اول. اول ما هدخل طاقه بهذا الرخص وبكل تبعاتها، انا عشان بتاع بيئه لا هتكلم في البيئه ولا هتكلم في الصحه العامه. انا بطلب بس حاجتين عشان بس ما اطولش كما وعدت. صناعه الاسمنت في مصر او الصناعات، بلاش كلمه اسمنت نذكرها تاني، اي صناعه محتاجه طاقه في مصر قادره تماما لو وجهنا الاحتياج بتاعها بشكل محترم ان احنا نخلق ميكانيزم الار دي اف، نخلق ميكانيزم الرينيوبل انرجي، ممكن نعمل حاجات كتير قوي. تاني عشان الحوار يبقى حوار، انا ما ينفعش ادعي المعرفه الكامله وفي حضور اساتذه لينا موجودين على الترابيزه، لا يجوز ان حد يدعي ان هو هي هاز ذا نوليدج سول نوليدج، وده للاسف اللي بيحصل في الحوارات اللي دايره دلوقتي، ان احنا بندعي ان في مصدر عنده نوليدج والمصدر التاني بيقاوح نتيجه ان هو ما عندوش نوليدج، ده غير مقبول. احنا المفروض يا دكتور ياسر اللي احنا كان نفسنا نوصل له، بوز الن لو احنا جمعيات ومجتمع مدني فالمفروض ان احنا عندنا قصور في الرؤيه، بوز الن اشتغلوا على الاستراتيجي بتاعت مصر بتاعت الطاقه، ماكنزي اشتغلوا على الاستراتيجي بتاعت مصر بتاعت الطاقه، المانيا في ايطاليا في امريكا اتس اون ذا شيلف دلوقتي يا جماعه، واحنا عندنا خبرات في مجال الطاقه عظيمه، ممكن نوصل لانرجي باسكت محترمه تبقى قائمه على اساس ان احنا بنمتلك مواردنا. هي دي نقطه فيتل. انا مش عايز احمل صناعه الاسمنت فوق طاقتها، بس برضو ما كانش ينفع ليت جو بشويه ارقام. يعني باشمهندس مدحت، 85% من الدول اللي بتستعمل الفحم بكثافه هي الدول المنتجه، 85% منها هي الدول اللي بتعمل مايننج، يعني جنوب افريقيا قاعده على الفحم بتطلعه وبتحطه في يعني الراجل قاعد بيعمل ذا ليست بروسيس وليست افورت ايفر. ليه بيعمل فحم جنوب افريقيا 85%؟ يعني ليه اعتماده الرهيب على الفحم؟ انه بيمتلكه. انا بدور على مصدر طاقه لا امتلكه، وعندي ذا هايست ويند اتلس في الدنيا وعندي ذا هايست سولار اتلس في العالم، وما زلت بارفض بفظاعه ان انا اتوجه ناحيتهم. باشمهندس محمد حبيب، ثانك يو فور ذا برزنتيشن الرائع، اشكرك جدا. وزاره الكهرباء النهارده في تصريح للوزير في الاخبار باشمهندس احمد امام ان الفقد من على الشبكه، انا مش متذكر الارقام بالظبط، في 10 مليار جنيه لا تحصل فواتير، وفي 5 مليار مش عارف كهرباء مسروقه، وفي من السنجل سايكل للكومباين سايكل مش عارف طالعين من حاجه و40 لحاجه، يعني انا اعذرني في الارقام بس ده تصريح الوزير النهارده. يعني عندنا كميه ليكج وعندنا كميه مس مانجمنت، انا سوري في كلمه مس مانجمنت، مش قصدي مس مانجمنت ما وجهش كلمه، بس عندنا كميه ريسورسز غير مستخدمه يمكن اعاده توجيهها قبل ما نفكر في كاتاستروفيك سولوشنز. قرار الفحم لمصر في الطاقه واساتذتنا كلهم موجودين ما هوش قرار هيبقى جاي بسبب في صناعه عايزه الفحم بكره، مش هينفع، ده قرار مصيري، بلد بتروح يمين او بتروح شمال. الفحم ده كاننا بنتوجه من الكابيتاليزم للكوميونيزم، يعني الموضوع مش هزار. معلش اشكرك شكرا جزيلا. انا خلصت على حاجه. لا بس لا معلش، يعني انا بس انا كون ان حضرتك تعرف الموضوع امبارح مش معناها ان احنا بنتكلم فيه امبارح وبنقول عايزينه بكره. تمام. احنا بقالنا من سنه 2009 واحنا بننبه، معلش. تمام. فمش عايزك برضو ايه توجه الكلام لانه الصناعه هي اللي عايزه. أنا احنا مش عايزين حاجه. انا ثلاث مرات اقول انا ما بحملش صناعه الاسمنت. انا شفت مجهود منكم مبذول مع وزاره البترول، وزاره البترول بتقول لكم روحوا هاتوا فحم. يعني مع احترام طبعا في ناس على الترابيزه ما ينفعش اتكلم في بعض المواضيع لا يفتى وملك في المدينه، بس يعني لما بنتكلم في الجاس لا هو انا برضو عشان ما نحولش الموضوع للسجال زي الهدف بتاع الاجتماع، انا بس بقول لك ايه، انت حضرتك ممكن معلوماتك بالموضوع تكون حديثه، لكن احنا هذا الموضوع بنعاني منه
بقى فتره طويله، واول من قال يعني اهدار للثروه حرق الغاز في افران الاسمنت كانت صناعه الاسمنت، واول من نادى ببدائل الوقود لصناعه الاسمنت كانت صناعه الاسمنت، ولا مجيب ولا مستجيب. بما ان حضرتك بتمثل المجتمع المدني وعندك الانرجي القويه اللي انا معجب بيها جدا دي، ربنا يخليك، ايدك معانا بقى في الاتجاه الايجابي، بدل ما نقعد يعني الانطباع اللي عندي عن المجتمع المدني انه بيوقف المراكب الزايره بس. لا والله دي يا لا دي لا دي احنا المراكب نفسها. لا يا ريت تقول لي بديل عملي تدفع معانا بقى كصناعه فيه، ان احنا نجبر الحكومه ونجبر الدوله ونخلي الشعب يقبل وكل الكلام ده كله. معاك بس، لانه في الاخر معاك 100% يعني. لانه في الاخر طالما الحل، عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. لما بيقل استهلاك الاسمنت في مصر الجريمه بتزيد. تمام. اسال اي واحد في الاجهزه الامنيه. مدحت بيه معلش، احنا اول مره نتقابل. لانه انت بتشغل اقل مستوى الكلام، لان خلاص تحول الكلام واحد خالص. والله انا كنت هشكرك. انا سعيد انكم قابلتوا بعض، وواضح.